بتناولش نسحب فيه السيارة. اسحبوها اسحبوها، لا تتركوها هون، خدوها خدوها بيكون أحسن. انتباه إلى كل الوحدات، في إخبارية عن سيارة ضايعة لونها أسود. أصدع لهي، هي هي السيارة. تم الإبلاغ عن سرقتها اليوم. القصة تعقدت لأنه السيارة طلعت مسروقة. شو يعني اللي سرق للسيارة جابه وصفه هون؟ إلى 26، 26 حول. رح موت من جوعي، من الصبح بلا أكل. في ولد ببطني أنا ما فيني أتحمل. ما رح يخبروكي، مستحيل تقدري تاخدي كلمة منه. تعي رح أحكي لك أنا كل شيء. تعي بعدي تعي. فاطمة كانت مخطوبة لواحد اسمه مصطفى قبل ما تتجوز من أخوكي كريم. من عنا من نفس الضيعة، كان يشتغل صياد. يلا تفضلوا. فاطمة انتو شو جابكن لهون؟ انا جبتن، قلت لهم كريم رايح مع الشرطة، قاموا حملوا حالهم واجوا معي. شو صاير؟ ليش بدهم ياخدوك؟ ما في شي، اجراء روتيني. فهمت، لأنه السيارة مسروقة ولقوها هون، ما هيك؟ الخطة مدروسة ومحسوبة على التكة. فاطمة لا تخافي، ما في شي. لا تقلق، أنا رح ضل عندهم. اقفلوا الباب منيح. ماشي. أختي؟ ما رح نتأخر، رح نرجع فورا. لا أنت خليك معهم. هيك قلتك؟ إلا كان، خليك قاعد عندهم. يعني ما بيصير يروح الأستاذ نزير عنك قد لساتك تعبان. فاطمة أنت مالك خايفة منهم، ما هيك؟ لا تخافي، ما رح يسترجي يقرب منك. رجعلي بسرعة. يلا كريم، ديروا بالكم على حالكم. لك شبكي؟ ندمت لأنه حكيت لي. قومي غسلي وشك، قومي حاجة تتبكبكي. منك ستي ميسر، والله أنا احترت فيكي. والله هي جبرتني احكي لها. ايه صدقتك. لك حاجتك بكي، بكفي. خدي اشربي لك كاسة مي. يلا يا عمري، خلص باش اشربي حبيبي. مزبوط اللي سمعته فاطمة، انت عشتي كل هالمأساة حبيبتي. صار وقت نومك، تعالي. سيرين خلص حبيبتي. ماما وينه بابا؟ ابوك ليكو تحت مع عمو ممتاز. امشي مراد. بتعرفي انت عن جد انسانة قوية فاطمة. لهلأ ماني مصدقة، هيك قصص كنت اقرا عنها بالجرايد وبس، وما كنت متوقعة اني صادف هيك قصة بالواقع ومع حدا قريب مني كمان. وانا كنت عم بسألكم كيف تعرفتوا على بعضكم، كنت مفكرتها قصة رومانسية. أتاريكي تعذبتي كتير وعانيتي أكتر كمان، ولساتني عم عاني. وليش لهلأ أنت إساتك مرتبطة بأخي؟ معقول في وحدة بالدنيا ترتبط بواحد عمل معها هيك شي؟ إيه أنا بعرف إنه هو أبداً مانو مثلهم، بس هو كان موجود معهم. سيرين ما بدي أحكي بهالموضوع.
شوفي عاملة مثل هي ما بتنغفر ولا بتنتسى. قديش صار لكم مرتبطين تقريبا؟ سنة ما هيك؟ وكيف قدرتي تكملي معه لهلا؟ الزمن ما بينسيكي جرحك، بس بتتعلمي منه كتير. أنا الحياة علمتني كتير شغلات. خلتني كمان أقدر أتكيف مع ظروفي ومع وضعي ومع كل الناس ومع كريم كمان، وأنا موقفة على رجلي بفضل اللي تعلمته وعم حاول ضل واقفة.